السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى مع برنامجنا التدريبي البرامج الاشتراطية الأول. هنستكمل الجزء ده، جزء جديد من البرنامج، وهنتكلم فيه عن أول البرامج الاشتراطية، وهو الجزء الخاص باشتراطات الموقع والمباني للمنشآت الصناعية. في البداية لازم نبقى عارفين إن مواصفة الايزو 22000 في الجزء الخاص بمتطلبات البي ار بي أو البرامج الاشتراطية الأولية يعتبر أحد عيوب المواصفة، لأنه غير موضح وغير تفصيلي، على عكس مواصفات أخرى زي الـ PRC والـ FSSC والـ IFS وغيرها. وبالتالي منظمة الأيزو حبت تتدارك الإشكالية دي أو المشكلة دي أو نقطة الضعف دي في المواصفة، فأصدرت مواصفة تكميلية تحت اسم الأيزو TS22002، في منها 6 أجزاء كاملين، كل جزء منهم بيتناول نوع أو قطاع من الصناعات. وإحنا إن شاء الله هنركز على الجزء الأول الخاص بمصنعي الأغذية، الإصدار لسنة 2009. في أجزاء تانية زي الجزء التاني اللي بيتكلم عن صناعة الكاترينج، أو الجزء الخاص بمطاعم والفنادق والمستشفيات وما شابه ذلك، لكن إحنا هنركز أكتر على البي آر بي الخاصة بمصانع الأغذية. أول جزء معانا بيتكلم زي ما قلنا عن البناء وتخطيط المبنى. أهم المتطلبات العامة في الموقع المنشأة لازم نراعي فيها بعض المتطلبات، زي مصادر التلوث المحتملة في الموقع، اتجاه الموقع بالنسبة للريح، المياه الجوفية إن وجدت في الموقع، مصادر مياه الشرب والتصنيع، مصادر الطاقة، وسائل الصرف الصحي والصناعي، الطرق والممرات المؤدية لموقع المنشأة. البرامج الاشتراطية الأولية اشترطت إن الطرق والممرات دي تكون ممهدة عشان تمنع أو تقلل إثارة الأتربة اللي ممكن تأثر على الصناعة أو تعمل تلوث عرضي للمنتجات. كمان اشترطت إن أماكن تجميع المخلفات تكون بعيدة عن مداخل ومخارج الشركة، يكون في مكان خاص بتجميع المخلفات، وهنتكلم أكتر عن بند تجميع المخلفات أو بند إدارة المخلفات بشكل عام كأحد البنود الأساسية في متطلبات المواصفة. كمان اشترطت إن يكون وجود صرف صحي خاص ومنفصل عن الصرف الصناعي، وده برضو أحد البنود الأساسية اللي هنتناولها بمزيد من التفصيل. من ضمن الاشتراطات إن عدم وجود أماكن لتجمع المياه وركودها، وده شرط مهم جدا وليه شقين. الشق الأولاني إن وجود المياه الراقدة معناه وجود بكتيريا، معناها وجود خطر للتلوث البكتيري. كمان معنى المياه الراقدة ففي احتمالية لتلوث الخامات والمنتجات الواردة من وإلى الشركة، وبالتالي الأولى درء الضرر ومنع وجود مياه راقدة. كمان المواصفة اشترطت إن المصانع أو الشركات التصنيع الغذائي لازم تكون بعيدة كل البعد عن الأنشطة المختلفة الغير غذائية أيا كان نوع النشاط ده، لمنع وتقليل التلوث الناتج عن المنشآت الغير صناعية. فمش من الطبيعي إن أنا ألاقي شركة أو مصنع أغذية جنب مصنع طوب، لأن أو مصنع حديد وصلب، زي ما قلنا إن الملوثات الناتجة عن الصناعات الغير غذائية هيكون ليها تأثير سلبي كبير على الصناعات الغذائية، وفي احتمالية كبيرة للتلوث وتكاليف إن أنا أحط تدابير تحكم عشان أمنع أو أقلل الخطر الناتج عن النوع ده من الصناعات، هتكون أغلى بكتير من إن أنا أغير موقع أو أستبدل اللوكيشن اللي أنا فيه بموقع تاني يكون أكثر صلاحية. كمان المواصفة اشترطت إن لازم يكون في نظام لإدارة عمليات التخلص من المخلفات والقمامة، وإن حاويات القمامة يتم تطهيرها بشكل يومي، والمنطقة المحيطة بموقع العمل تكون خالية من مصادر الآفات، توالد وتغذية الآفات. اشتراطات المباني والمنشآت الصناعية الخاصة بالتصنيع الغذائي.
أول حاجة اشترطت المواصفة إن المساحة التصنيعية أو صالات الإنتاج لازم تكون متناسبة مع طبيعة العمليات الإنتاجية وحجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية المستهدفة. تاني حاجة المساحة الخارجية الخاصة بالمحيط الخارجي حول صالات الإنتاج والمخازن لازم تتناسب ويتم مراعاة الاشتراطات الأمنية. فعلى سبيل المثال صناعة المطاحن وصناعات الأعلاف بتتطلب المباني بشكل رأسي، على عكس كثير من الصناعات اللي بيكون المستوى الأفقي فيها هو الأنسب. فعلى أساس طبيعة وعلى أساس طبيعة الصناعة وطبيعة خطوط الإنتاج المستخدمة بيتم تحديد شكل المباني ومساحتها. كمان المساحة الخارجية زي ما قلنا لازم يتم مراعاة الاشتراطات الأمنية فيها، ويكون حجم الشارع أو مساحة الشارع تتناسب مع حجم سيارات الإطفاء والإسعاف لا قدر الله في حالة حدوث حريق أو إصابة أحد العاملين. مساحة الشارع لازم تسمح بمرور سيارات الإطفاء أو الإسعاف إلى داخل أو إلى أقرب نقطة لموقع الحدث لتسهيل أعمال الإطفاء أو إسعاف المصابين لتقليل الضرر. كمان نوعية المباني لازم تتناسب مع العمليات التصنيعية اللي بتتم داخل المنشأة، ولازم تتناسب مع نوع الصناعة اللي هيتم داخل المنشأة. اشترطت المواصفة كمان تحديد المداخل والمخارج وتأمين المداخل والمخارج من دخول الحشرات والآفات والملوثات، وهنعرف ده بمزيد من التفاصيل أثناء الشرح في المحاضرات القادمة. كمان لازم يكون عندنا نظام لتأمين دخول وخروج السيارات والأفراد، ويكون في فريق خاص بالأمن يتعامل مع تأمين السيارات والكشف عن السيارات، وده جزء خاص بيه هنسرد له مزيد من التفاصيل في الجزء الخاص بالفود ديفنس ببعض التفصيل إن شاء الله في آخر جزء من البرامج الاشتراطية. كمان المواصفة زي ما قلنا اشترطت وجود أماكن لتجميع القمامة والمخلفات، وإن الأماكن دي تكون بعيدة عن مداخل ومخارج الموقع لتقليل فرص التلوث العرضي. نيجي للنص التاني من اشتراطات المباني، واللي بيتعلق بتصميم المباني من الداخل. تصميم الداخلي للمباني يشترط فيه انه يكون بيتناسب مع طبيعة وتسلسل العمليات، بمعنى انه لازم يضمن سهولة الحركة، لازم يضمن عزل ما بين الأقسام المختلفة، تقسيم المناطق داخل صالات الإنتاج على حسب الخطورة وعلى حسب مدى التأثير على سلامة المنتج، تقليل مسافات سير المنتج ومراحل التصنيع قدر الإمكان، تحديد اتجاهات لسير الأفراد وسير الخامات والمنتجات بشكل منفصل لتقليل التلوث العرضي، وكذلك تحديد أماكن الدخول والخروج والفصل بين المدخلات والمخرجات لتقليل فرص التلوث العرضي. مهم ان احنا نراعي كل الاشتراطات دي. الهدف الاساسي من اي نظام لسلامة الغذاء هو تقليل فرص التلوث العرضي او منع التلوث العرضي للمنتج او للخام اللي هيتم التصنيع منه عشان يضمن سلامة المنتج النهائي. كمان مهم ان احنا قدر الإمكان نقلل ونقيد الحركات العشوائية أو الغير ضرورية للعمليات التصنيعية داخل صالات الإنتاج، ونميز ملابس العاملين داخل القسم لسهولة التعرف على الأشخاص وتقليل احتمالية التلوث الناتجة عن الأفراد أو العاملين، توفير وسائل التطهير والتنظيف، الحد من الزيارات الغير ضرورية، توفير غرف لتغيير الملابس، وتوفير دورات مياه صحية ومناسبة لعدد العاملين. كل ده لازم يتم مراعاته في اللي أوت الداخلي.
طيب ازاي ده هيتم مراعاته داخل التصميم او داخل اثناء التصميم الداخلي للمبنى؟ بمنتهى البساطه لازم اراعي ان صالات الانتاج والمخازن او اماكن التخزين هتكون بعيده كل البعد عن غرف الطعام والورش واماكن تغيير الملابس ودورات المياه، او على الاقل ما بتفتحش بشكل مباشر على الاماكن دي عشان اضمن او اقلل التلوث الناتج عنها. كمان مهم ان انا احدد خط سير ومسار للمنتج داخل صالة الانتاج نفسها او داخل المخزن، بحيث امنع الحركات الغير ضرورية واعمل تصميم وانشاء وصيانة لسهولة التنظيف والتصنيع الجيدين، تصميم مسار للحركة للمواد والمنتجات والأشخاص وأماكن المعدات للحماية من مصادر التلوث المحتملة. ويفضل أن التصميم ده يكون أحادي الاتجاه. يعني إيه أحادي الاتجاه؟ يعني بمنتهى البساطة الخامة بتدخل من اتجاه، بتمر بمراحل تصنيع مختلفة إلى أن تخرج من الاتجاه المعاكس. يعني مثلا أنا دخلت من الشرق، ما ينفعش الخامات تدخل من الشرق وتخرج برضو منتج نهائي من الشرق او من نفس الباب اللي دخلت منه، لان ده هيبقى فيه فرصة كبيرة قوي ان الخامات والمنتجات دي يحصل ما بينها كروس كونتامينيشن او تلوث عرضي. لكن يفضل ان مسار دخول الخامات لو افترضنا انه هيبقى من الشرق، الخروج ممكن يكون من الغرب، من الشمال، من الجنوب، من اي اتجاه مخالف للشرق، عشان أقلل فرص التقاء الخامات مع المنتجات. كمان لو تخيلنا مثلا أن مصنع فيه العمليات التالية: الاستلام، التحضير، الطهي، التخزين والحفظ المجمد، التسليم والتوزيع، فالتسلسل الطبيعي للبروسس دي أو للعمليات دي هيكون أن استلام الخامات ثم تخزينها في الثلاجات ثم صرفها لأولى مراحل التصنيع اللي هي التحضير ثم الطهي ثم التسليم والتوزيع. كل المراحل دي هتكون مسار أحادي الاتجاه. الخامات وصلت من نقطة، خرجت من النقطة المقابلة وليست من نفس نقطة. التصميم الداخلي ومساحة العمل لازم يضمن انسيابية الحركة وعدم عكسها زي ما وضحنا من شوية. لازم يضمن كمان سهولة التنظيف ومنع تراكم الأتربة والمياه داخل بيئة التصنيع. الضوء الطبيعي والتهوية الطبيعية ضروريين جدا لضمان سلامة المنتج. ولو ضروري ان انا المكان هيكون محكم الغلق، يبقى لازم يكون في منافذ للتهوية، لازم يكون في منافذ للإضاءة الطبيعية قدر الإمكان، والمنافذ دي يكون عليها ضوابط تحكم زي ما هنعرف مع بعض في اشتراطات التهوية والإضاءة. لازم كمان أضمن أو التصميم الداخلي يشمل ويضمن ان الهواء الداخل لصالات الإنتاج والمخازن ولكل بيئات التصنيع والتخزين يكون خالي من الدخان والأتربة والملوثات. لازم كمان مراحل الاستلام أو منطقة الاستلام تكون منفصلة عن مناطق التصنيع والتوزيع والتخزين، لأن دي أكتر منطقة بتكون عرضة للتلوث. مخازن الخامات يفضل تكون قريبة من مناطق الاستلام، وعلى العكس بتكون بعيدة عن أماكن تخزين المنتج النهائي. ويفضل كمان ان منطقة الاستلام تكون قريبة من مناطق التجهيز الاولي للخامات عشان اقلل من حركة الخام والمنتج بقدر الامكان. كده احنا خلصنا الجزء الخاص باشتراطات التصميم الداخلي واشتراطات الموقع. كده نكون خلصنا محاضرة النهاردة، والى اللقاء في جزء اخر، ودمتم سالمين.